انت عقدك مستمر مع فيست بريم لحد 24 وممكن لحد 25 كمان لو السنه الاضافيه ديت تزودتها. فهل خططك المستقبليه ان انت تنتقل لدوري اكبر من الدوري المجري، ولا هو الدوري المجري اوريدي احد الدوريات الكبيره في اليد فمش محتاج ان انت تاخد خطوه اعلى من كده؟ انا لسه قدامي سنتين زي ما انت قلت، لكن هو كله على حسب ما بتوصل في المستوى ده. بيبقى فيه انديه معينه في العالم، مش بتفكر بس دوريات بس، انت بتفكر قدامي مثلا 1 2 3 4 أندية اللي من الأندية الكبرى في العالم، والأندية دي كام واحد منهم محتاج لعيب في المركز بتاعي. ففي الآخر الأوفرز اللي بتجيلك بتقارنهم ببعض على أساس حاجات كتير، على أساس البلد، على أساس الراحة اللي انت مستريحها، على أساس طبعا الماديات. ففي الآخر التوتل اللي انا هيجيلي ساعتها انا هحسبها على حسب الموقف ككل. يعني اكيد لو هتسالني في طموحات اكبر، طبعا في طموحات اكبر، بس هي على حسب مين اكتر فرقه عايزاك، عشان في الاخر كله بينافس في تشامبيونز ليج وكله بيوصل لنفس الحاجه. يعني في انديه ممكن تكون بالنسبه لمصر اكبر اسما زي مثلا باريس سان جيرمان، فرنسا والدوري الفرنساوي وبتاع، بس في الاخر احنا كنا فاينل فور وهم ما كانوش السنتين اللي فاتوا. يعني حاجه زي كده انت بتفكر فيها على مستوى النهائيات، انت عايز تفضل موجود في فرقه بطوله وعايز تفضل موجود في الفرق التوب. ففي الاخر بتقارن الفرق التوب كلها ببعضها، واللي هيقدر يديك احسن حاجه انت شايفها واللي عايز يبني عليك المشروع بتاعه هو اللي هتبقى بتفكر فيه اكتر. يعني السنه الجايه مش هتبقى لوحدك في فيست بريم، انت جاي لك يحيى الدرع، هل كان ليك دور في الصفقه دي ولا كانت هم اهتمام بينهم باللاعب وانت ما كانش ليك علاقه بالموضوع؟ لا اكيد طبعا هم اهتموا طبعا بيه وشافوه كذا مره، والمدرب كان انترستد جدا وكان مهتم جدا ان هو يكون عنده لعيب زيه بالطريقه بتاعت لعبه في المركز ده اللي احنا محتاجينه. لما سالوني وتواصلوا معايا وانت ايه رايك، عشان هم برضو بيكونوا مهتمين، مش بس في حاجات هم بيشوفوها في الملعب، لكن في حاجات هم ما بيبقاش عارفها. هل هو كبني ادم بيعرف، هيعرف يتاقلم، هيعرف يتعلم اللغه، هيعرف يتواصل مع بقيه الفرقه، عشان احنا لعبه جماعيه، ففي الاخر لازم الفرقه كلها تكون مستريحه حواليه وهو مستريح في الفرقه عشان يعرف يدي. فكان الاسئله كلها في الحاجات دي، وطبعا كان الموضوع ما كانش صعب يعني اللي انا اقوله خالص. بذكر اللغه، انت اتعلمت اللغه خلاص؟ لا انا ما حدش بيتكلم مجري في الفرقه، احنا الفرقه كلها اصلا لغات مختلفه وجنسيات مختلفه، فكله بيتكلم انجليزي يعني. فمش محتاج ان انت تتعلم. لا مش محتاج تتعلم مجري، بس محتاج على الاقل يبقى معاك انجليزي يعني عشان تعرف تتكلم مع بقيه الفرق يعني بقيه اللعيبه. يحيى انت مشجع للزمالك، يعني انت مشجع للزمالك سواء من قبل حتى ما تلعب فيه او طبعا بعد ما لعبت فيه، هل ممكن في يوم من الايام ترجع تاني للزمالك ولا خلاص انت مركز في احترافه مش عايز ترجع عشان في وقت من الاوقات لمصر؟ اكيد قدام محدش عارف انا هبقى عايز ايه، بس حاليا في الوقت اللي انا فيه وفي السن اللي انا فيه، المستوى اللي انا بلعب فيه والطموح اللي انا عايز اوصل له مش عارف احققه غير وانا في اوروبا وغير وانا بلعب في الفرق دي. فطبعا قدامي لسه فتره كبيره على ما هكون مقرر ان انا ارجع اعيش تاني في مصر، بس اكيد طبعا لما هرجع اعيش تاني في مصر هبقى اكيد نفسي طبعا ان انا ابقى موجود تاني في نادي الزمالك.